رجعنا لكم من جديد مشاهدينا بعد ما شاهدنا آراء الناس اليوم. آراء الناس ما بين مؤيد ومعارض للموضوع. ناس تقول إيه سبب فراق، وناس تقول لا ما تؤمن بالموضوع. طبعا أنا بوجهة نظري ووجهة نظر زملائي أتناقش بهم بالموضوع، اللي أشوفها أنه العطر هو ما أؤمن طبعا بهذا الموضوع، بس أكو أشياء تجذب طاقة. يعني أنا بيوم الأيام إذا أهدي الشخص عطر وأني أحس أنه هذا الموضوع رح يسبب فراق، بالفعل رح يسبب فراق. اليوم العلاقة المتينة اللي مبنية على زوايا وأركان الأخلاق، المبدأ، الأمانة، الاحترام، كل هذه التفاصيل هي أساس العلاقة، فأكيد ما يهدمها لا عطر ولا هدية أخرى. فأنت شنو رأيك يا هبة؟ رغدة، أنا طبعا هذا الموضوع جربته أكثر من مرة، أنه أهدي ناس عطر ونتفارق. يعني تؤمنين؟ أي وكذلك عندك الساعات، أما الأمور الأخرى ما أعرف صراحة. وخلينا نروح النور ورغد وثامر ونسألهم على هذا الموضوع. طبعا احنا دائما نقول، وذكرتي رغدة موضوع جدا مهم، انه هو هذا نوع من انواع الطاقة، او تجذبين انت الامور السيئة او السلبية إليش. لكن عن تجربة يجوز زملائي يأيدوني بهذا الموضوع، اللي مجرب هذا الشيء ان كان ساعات وشوم، كذلك دائما يقولش الوشوم او التاتو اللي معروف بالتاتو، لا تكتب اسم او لا تكتب مواليد، لانه فعلا راح تفارقه او راح تبتعد عنه، لانه هذا انت تجذب هاي الامور لك. وكذلك الساعات، لكن اكو بيبياتنا سابقا يقولوا اللي يجيب لك هديه اخذ منه ربع. مر عليك هاي السالفه؟ حتى صح يكون صح، يكون مفهوم مادي بها الموضوع. فعلا لكن رغدة ذكرت شيء كلش مهم وحقيقي، وهو انا اوافق الراي 100%، انه العلاقه الحقيقيه المبنيه على تفاهم وثقه وصراحه ما ياثر عليها عطر فعلا. واحنا كثير نعرف اكيد اكو اشخاص بحياتنا اصدقاء، واذا كان حب بحياتنا جابوا لنا عطور وجابوا لنا هواي هدايا، لكن ما تفارقنا، لان العلاقه حقيقيه ما مبنيه لا على مصلحه ولا على غايه. لكن البعض مثل ما ذكرت كذلك قالت انه هي شلون جذب الطاقه، انه انا خاله ببالي انه اذا اجيب عطر الشخص او شخص يهديني عطر انه راح نتفارق. فصير مشكله، لا يا انبا منا يا انبا منها، قب العطا ويتفارقون. ولا شو تقولين يا رغد؟ شوفوا انا هنا انا اخالفكم الراي. ليش؟ لانه انا احس اكو ناس توقع لها هذه الامور واكو ناس لا. ليش؟ لانه اكو علاقات هي استمرت لسنين ولايام كلش طويله، وحاليا يجوز اكو اشخاص حتى متزوجين ومكونين عائله وعندهم اطفال وهم هادين البعض، هم عطور. لكن اكو ناس ما وقعت لهم هاي السالفه مال عطور والوشوم، ومثل ما ذكرتي الساعات، هم تفارقوا. مو اي شخص خال بباله انه هذه الشغلات فقر او هذه الشغلات تجلب الطاقه السلبيه راح تكون، لا اكو ناس ما مفكره بهذا الموضوع بالضبط وصار وياه هذا الموضوع، فناس توقع احنا عنها. دائما دائما يا رغد، هي باعتبار انه جزيئات موجوده او طاقات كونيه موجوده، كثر ما احنا ننطق ونقول احنا نلوم حظنا دائما، نقول هاي الامور ما تصير، هاي ما تصير ما تصير، لا اراديا لا اراديا. اي موضوع انت ناويته هسه، مو فقط كعطور، اي شيء انت ناوي عليه، اي مشروع، زياره ممكن بسيطه من شخص لشخص، تحسين بنوع من الكسل، نوع من الخمول، نوع من التعب او التردد نوعا ما، راسا سبحان الله ما تصير. اذا هناك طاقات كونيه اكبر من عندنا احنا، يجوز احنا ما فاهمين، لان هذا العالم عالم جدا واسع، وهذا العلم بالذات علم جدا واسع، مو اي شخص يقدر يفهمه. لكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا صرنا نعرف شنو الطاقه وشنو الجزيئات اللي تكون موجوده بها وشنو الذبذبات اللي راح تكون، وهاي طاقه سلبيه وهاي طاقه ايجابيه، ونحاول دائما نحفز نفسنا انه تكون عندنا طاقه ايجابيه. طبعا احب اضيف نقطه كلش مهمه، انا بوجهه نظري واللي مجربته طبعا، العطر بالعكس العطر كلش حلو بالعلاقات. يقال دائما انه ريحه العطر تتفاعل ويا الذاكره. اذا تلاحظون انه اي عطر تستخدمون بفتره معينه، ورا فتره اذا تشتمون هذا العطر تتذكرون تفاصيل الحدث والمكان وكل الاشياء اللي موجوده. صح. فالعطر كلش حلو بالعلاقات، سواء كانت علاقه اخوه واصدقاء وعلاقات عاطفيه. لكن هذه المعلومه اني بالنسبه لي غير مؤيده. لا، اني اقول يا رغده انه نصيحه مثل ما ذكرت نور، انطوا الف او ربع حتى تشوفون شر من كل النواحي. يعني اذا كان اكو فراق واذا كان ماكو فراق، يعني لا سامح الله، ودائما فانطوا فلوس، ودائما بالضبط دائما اتفائلوا بالخير.
اجذبوا الطاقه الايجابيه لكم، قولوا انه اني مثلا ما راح اتفارق ويا فلان، اني ما راح اعوف فلان، فلان ما راح تعوفني او يعوفني. هذه الطاقات الايجابيه احنا من نرددها نجذبها لنا، يعني صح. مثلا اليوم صارت اكو فد مشكله او صار اكو فد شغله، اني اقول انه باكر احسن راح تنحل. No. راح يصير كذا موضوع، وبالنهايه هي قسمه ونصيب. No. اتفائل بالخير، كل ما كان انه اني تفائلت بالخير كل ما كان انه اني جذبت الطاقه الحلوه لي. بعيدا عن المشاكل والافراق، انه انتم لا تجيبون او لا تهدون عطر، جيبوا غير شيء، جيبوا ورد، جيبوا اي شيء، يعني بعيدا عن عطر حتى تظلون بهذا الحال. هاي المتعارف عليه انه ساعات وعطور، ساعات بعد الزواج جيبوا عطر. يتطلقون اول مشكله، بعد اول مشكله بعد الزواج جيبوا عطر. مو الاختيار الانسب هو العطر، دائما الاختيار الانسب هو العطر. لا ليش؟ اكسسوارات، ساعه، ورد، هواي اكو شغلات حلوه، خصوصا ما شاء الله هسه الاسواق العراقيه بها هواي شغلات، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي بها هواي شغلات كهدايا تبعث للناس اللي نحبهم او الناس القريبه علينا، نقدر نودي لهم اياه او نهدي لهم اياه، بلا عطر وبلا مشاكل وبلا هذا القلق انه راح ادز عطر راح نتفارق راح اصير مشكله. شوكولاته كافيه، شوكولاته، شوكولاته من الاسواق هي كافيه. اذا اليوم تبي شوكولا، هذا تلمحين انه اليوم شوكولا لازم تكون. بالضبط، حتى افعل هرمون السعاده عندي شويه. لازم. طبعا الحديث يطول بهذا الموضوع، شكرا لكم زملائي اليوم. كانت حلقه جدا مثمره ومميزه، يا رب كنا خفيفين ظل عليكم، واستمتعتوا بفقراتنا لهذا اليوم. انتظرونا بحلقه قادمه، الى اللقاء.